أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، رحبوا معنا اليوم برائد الأعمال المميز الأستاذ وسام. أهلا وسهلا أستاذ وسام. يا هلا فيك. ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC. نتمنى من البداية تعرفنا عن الصالون وعلى الأقسام الموجودة عندكم في الصالون. هلا احنا صالون شادو شيك تقريبا صرنا بلشين 2023 سنة وكم شهر بداون تاون دبي بسوق المنزل، وتقريبا عندنا كل الخدمات، بيوتيشن، نيل كير، سكين كير، كل شيء بيخص الشعر والبشرة والنيل والأظافر والبيوتي. أستاذ وسام، ممكن تخبرنا تعطينا المزيد من التفاصيل على الخدمات اللي بتقدموها وكيف تميزتوا بتقديم هاي الخدمات؟ الحقيقة عنا كل الخدمات اللي احنا هون اللي بتخص الشعر، السكين، النيل. بالنسبة للشعر كل شيء بيخص الشعر، هير كولر، هير اكستنشن، هير تريتمنت، هير كات، هير ستايلينج، كل شيء بيخص الشعر موجود عنا. والنيل نفس الشيء، عندنا النيل كير مثل ما بنسميه، نيل اكستنشن، اكريليك، جل، ديزاين، نيل بوليش، بارافين، كولاجين. كمان نحن عندنا بيوتي سالون وعندنا جين سالون فورمان كمان، فنفس السيرفيسز تقريبا، سكين كير، فور هير، شيفينج، نيل، مانيكير، بيديكير، مساج، كل شيء بخص المساج، بيوتي اند جينت. استاذ وسام، في ظل المنافسه الشديده في دوله الامارات في مجالكم، كيف تميزتوا وكيف تميز الصالون الخاص فيكم؟ والله احنا يعني اذا بنتميز تميز بخبرتنا بصراحه. احنا تقريبا 24 سنه بالامارات بنشتغل، الاسم جديد هلا كشادو شيك، بس احنا كستاف وكرو كلهم يعني عندنا خبره كبيره بمجال الهير اند بيوتي. أستاذ وسام، بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية للصالون؟ هلا أكيد كل حدا بيطمح يوسع أكثر شغله، ونحاول نغطي أغلب الإمارات إن شاء الله مستقبلا، بس هلا مركزين بدبي وبمحيط دبي. أستاذ وسام، أنت كرائد أعمال صاحب خبرة طويلة، ما هي النصيحة اللي بتحب توجهها لأي حد عنده طموح يبدأ عمل خاص فيه؟ والله أنا إذا بدي أحكي على مهنتنا، أهم شيء يكون عنده خبرة، يعني يأخذ وقته، يأخذ خبرته قبل ما يستعجل ويفكر يعمل his own business مثل ما نقول، لحتى يقدر control ويكبر بالمهنة ويكون عنده مصداقية مثل ما نقول يعني. أستاذ وسام، بالنهاية شو الرسالة بتحب توجهها لدولة الإمارات ولحكام دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى دعمها المتواصل؟ هلا بدنا اكيد نشكر، احنا قضينا اكثر من نص حياتنا بدوله الامارات، بدنا نشكر دوله الامارات حكاما وشعبا على كل اللي بيقدموا لنا من تسهيلات، من امان، من وعطول في شيء بنقوله احنا كلياتنا منيح اللي في امارات. اخيرا، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعونا حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ احنا صالون شادو شيك بيوتي صالون بداون تاون دبي سوق المنزل، يعني موجودين على السوشيال ميديا، على الانستغرام، على التيك توك، هلا بلشين جديد على السوشيال ميديا بس فايتين بقوه ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ وسام، وبنشكر جميع طاقم العمل بالصالون وبتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. انا بشكركم كثير ولكل جهودكم، وثانك يو لك. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.